في غزة يضيق العالم الكبير أكثر فأكثر على أهلها الذين اختبروا الحصار وإغلاق المعابر، والذي ترك آثاراً كارثية على السكان لا سيما في قطاع الخدمات الصحية. هنا في مستشفى الرنتيسي للأطفال يستلقي الطفل ماهر أبو طاها بجسده الهزيل شأن كثير من الأطفال على سرير غسيل الكلى، ينتظر دوره وسط تعزز المخاوف حول إمكانية توقف عمل قسم الكلى خلال أيام. بدنا نغسل ويكون بربيش الغسيل اللاين خربان، بدنا تحويلة، والتحويلة تقريبا بدها شهر ومعاناة جدا. يعني الدكاترة هن بتحاول 80% انها تساعد، بس صعب جدا جدا التحويلة، غير رفض اللي بيصير ويرجع نطلب التحويلة تاني. والعلاجات احنا بنعاني جدا من نقص العلاجات، يعني احنا 80% منا متوقع انه يبطلوا يغسلوا لهم بسبب النقص اللي بيصير. امام هذه المعاناة تؤكد وزارة الصحة في غزة انه ما يتوفر لديها من ادوية ومواد طبية قد لا يصمد حتى بداية الاسبوع القادم. مخازن ومستودعات وزارة الصحة فارغة من العديد من الفلاتر والمستهلكات اللازمة لخدمة الغسيل الكلوي والكانيولات والأنابيب اللازمة أيضا، وما هو متوفر في مراكز خدمات الغسيل الكلوي على وشك النفاذ خلال أيام قليلة قادمة. وتحمل السلطات الصحية في غزة الاحتلال مسؤولية هذه الكارثة المرتقبة، مؤكدة أنها تأتي ضمن مخطط ممنهج لتقويض منظومة الخدمات الصحية والإنسانية في القطاع. إذا لم تتوفر هذه المستلزمات الطبية فإننا سنبدأ العد التنازل في إغلاق خدمات الكلى في مستشفيات قطاع غزة، وبالتالي سيواجه مرضى الفشل الكلوي المشكلة حقيقية ومضاعفات خطيرة قد تصل إلى فقدان حياتهم. هذه المناشدات ليست الأولى، بل سبقتها دعوات للاحتلال من منظمة الصحة العالمية في حزيران الماضي لإدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة، لكن شيئا لم يحدث في ظل تعنت الاحتلال أمام صرخات الألم والتي باتت مخنوقة على وقع مشهد صعب وخطير من فصول الحرمان الطبي والذي لا يمهل مرضى غزة مزيد من الوقت للعلاج.